بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب العلم في كل مكان، وأبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثالثة شعبتي الأراضي وأمراض النبات بكلية الزراعة جامعة دمياط. أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثاني من المحاضرة الثانية لنستكمل الحديث سويا عن عملية البناء الضوئي. فقد بدأنا حديثنا عن عملية البناء الضوئي اعتبارا من المحاضرة الماضية، عندما بدأنا نتحدث عن عمليات الأيض أو عمليات التحول الغذائي في النبات، وقلنا أنها بتشمل نوعين من العمليات. النوع الأول بيعرف بعمليات البناء، وهي العمليات التي يتم من خلالها بناء مركبات عضوية معقدة التركيب غنية بالطاقة من مكونات أولية بسيطة. وأهم وأشهر عملية بناء هي عملية البناء الضوئي. وعمليات الهدم وعرفناها وقلنا أن هي العمليات التي يتم من خلالها إما هدم المركبات العضوية معقدة التركيب هدما تما إلى مكوناتها الأولية لتحرير كل الطاقة الكامنة فيها، وذلك عندما تكون الخلية محتاجة لكميات طاقة كبيرة لتسير عمليات الحيوية اللي بتتم فيها، أو يكون الهدم هدم جزئي لتحويل المركبات العضوية المعقدة إلى مركبات وسطية لكي تستخدمها الخلية في بناء مركبات عضوية أخرى. وقلت الكلام ده أنا هوضحه لما أجي أشرح العلاقة بين عمليات البناء والهدم. بس قبل ما أشرح العلاقة دي لابد أن أنا أخذ مثال على عمليات البناء ومثال آخر على عمليات الهدم، وبعدين نوضح العلاقة ما بين عمليات البناء والهدم. وقلنا أن أهم عملية من عمليات البناء بتتم في الخلية النباتية هي عملية البناء الضوئي. ومن هنا بدأنا ننطلق في الحديث عن عملية البناء الضوئي. عرفنا عملية البناء الضوئي أكثر من تعريف، ثم بدأنا نتحدث عن أهمية عملية البناء الضوئي، وعرفنا أن عملية البناء الضوئي دي هي أهم عملية بيولوجية على الإطلاق بتتم على سطح الكوكب بتاعنا، وضرورية لكافة الكائنات الحية والاستمرار الحياة على سطح الكوكب. وسردنا النقاط الهامة اللي بتوضح أهمية عملية البناء الضوئي لاستمرار الحياة على سطح الكوكب. بعد كده انطلقنا لشرح جهاز البناء الضوئي بالاربع مستويات بتاعته، وقلنا الاربع مستويات دي بتتمثل في العضو المسؤول عن عمليه البناء الضوئي اللي هو الورقه، ثم الوحده الاصغر وهي النسيج، ودي بتتمثل في النسيج الكلورانكيمي اللي بيكون النسيج المتوسط للاوراق، ثم الوحده الاصغر اللي هي الخليه. والخلايا اللي بتقوم بعمليه البناء الضوئي هي خلايا غنيه بالبلاستيدات الخضراء تعرف بالخلايا الكلورانكيميه، ثم الوحده الرابعه اللي هي الوحده الاصغر وتتمثل في العضيه التي تقوم بعمليه البناء الضوئي وهي البلاستيد الخضراء. ثم أوضحنا تركيب البلاستيد الخضراء باختصار، وانطلقنا بعد ذلك إلى شرح صبغات التمثيل الضوئي، أي الصبغات المسؤولة عن امتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميائية لكي تستغل في تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون. وقلنا الصبغات دي عبارة عن مجموعتين، صبغات أساسية وهي صبغات الكلوروفيل، ودي بتمثل كلوروفيل إي وكلوروفيل بي في النباتات الرقية، والصبغات المساعدة وهي صبغات الكاروتينويدز، ودي بتشمل كاروتينات وزنسوفيلات. وقلنا الصبغات دي ما بتبقاش مبعثره في اغشيه السلكويد، ولكن بتنتظم في مجموعات بنسب معينه، بتعرف هذه المجموعات باسم الانظمه الضوئيه، وهي نظامين، نظام ضوئي اول ونظام ضوئي ثاني. ثم اوضحنا كيف يتعاون النظامين معا خلال تفاعل الضوء اللي بيتم في اغشيه السلكويد لانتاج القوه التمثيليه الممثله في جزيئات الاي تي بي والناد بي اتش 2. بعد كده انتقلنا لشرح آلية عملية البناء الضوئي، وقلنا أن عملية البناء الضوئي بتتضمن نوعين من التفاعلات. النوع الأول يعرف بتفاعل هيل أو تفاعل الضوء أو التفاعلات الكيموضوئية. هيل ده العالم اللي حدد مسار هذه التفاعلات، بنسميها تفاعل الضوء لأنها تستلزم توفر الضوء، بيسموها تفاعلات كيموضوئية لأنها تفاعلات كيميائية بتحتاج لتوفر الضوء لكي تحدث. ومن خلال هذه التفاعلات يتم إنتاج القوة التمثيلية الممثلة في جزيئات الـ HB والناد BH2، تمام؟ اللي هم لازمين لتثبيت اختزال ثاني أكسيد الكربون. يعني النواتج الرئيسية لتفاعل الضوء أو التفاعلات الكيموضوئية هي الـ HB والناد BH2، وهذه التفاعلات بتتم في أغشية السلكويد. أما النوع الثاني من التفاعلات فيتم في الستروما، وبيحتاج لنواتج تفاعل الضوء اللي هي الـ HB والناد BH2، وبيسموها، أي التفاعلات اللي بتتم في الستروما دي بيسموها بتثبيت
تثبيت واختزال ثاني اكسيد الكربون او تفاعل بلاك مان او تفاعل الظلام او التفاعلات الكيموحيويه. دي كل الاسماء دي. تفاعل بلاك مان هو العالم اللي حدد مسار هذه التفاعلات اللي بتتم في الستروما وبيتم من خلالها تثبيت واختزال ثاني اكسيد الكربون وتحويله الى سكر سداسي. بيسموها تفاعلات تثبيت واختزال ثاني اكسيد الكربون لان هي بالفعل كده بيتم من خلالها تثبيت واختزال ثاني اكسيد الكربون وتحويله الى سكر سداسي. ده بيسموها تفاعل الظلام. ليه ما بتتمش غير في الظلام؟ لا، تتم في الظلام او في الضوء، لكنها لا تتاثر بوجود الضوء من غيابه، يعني ما بتستلزمش وجود الضوء كشرط اساسي لحدوثها، عشان كده سموها تفاعل الظلام. طب سموها تفاعلات كيموحيويه ليه؟ لانها تفاعلات كيميائيه بتتم بمساعده عوامل حيويه هي الانزيمات. انا وضحت لك الاسماء كلها اهو، واحنا في نهايه المحاضره الثامنه اللي هي المحاضره الماضيه شرحنا تفاعل الضوء بالتفصيل، والان هنبدا في شرح تفاعل او تفاعلات المرحله الثانيه من عمليه البناء الضوئي اللي بنسميها تفاعل الظلام او تفاعل بلاك مان او التفاعلات الكيموحيويه اللي بيتم من خلالها تثبيت واختزال ثاني اكسيد الكربون. تفاعلات المرحلة الثانية من البناء الضوئي تتم في الستروما، أما المرحلة الأولى اللي هي تفاعل الضوء أو تفاعلات الكيمو ضوئية فكانت تتم في أغشية السلكويدات لكي تنتج القوة التمثيلية وهي جزيئات الـ ATP والـ NADH2 اللازمة لإتمام تفاعلات المرحلة الثانية وهي تفاعل الظلام اللي بيتم من خلالها تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون زي ما قلنا لتكوين السكر السداسي. هذه التفاعلات أي تفاعلات المرحلة الثانية من البناء الضوئي لا يلزمها وجود الضوء، ولكنها تعتمد على نواتج تفاعل الضوء زي ما قلت وهي جزيئات الـ ATP والـ NADH2 لتثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون. تفاعلات المرحلة الثانية اللي هي تفاعل الظلام هي تفاعلات كيموحيوية أي تفاعلات كيميائية تتم بمساعدة عوامل مساعدة وهي الإنزيمات، لذلك فهي تفاعلات بطيئة. والسؤال هنا كيف يتم تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون لتكوين السكر السداسي اللي هو الناتج النهائي لعملية البناء الضوئي؟ هل هناك مسار أو مسلك معين بيتم من خلاله تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في جميع النباتات؟ لا، الحقيقة هناك ثلاثة مسارات أو ثلاثة طرق يتم بيها تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات المختلفة، وده بيكون مرتبط بصفات فسيولوجية وتشريحية بتميز النباتات. هنتعرف على الثلاث مسالك أو مسارات دول في الأول بشكل مختصر، ثم نتناول كل منهم بشرح تفصيلي. المسلك الأول أو الطريقة الأولى دي بتتم في نباتات تسمى بالنباتات ثلاثية الكربون، وهنعرف إيه بيسموها بالنباتات ثلاثية الكربون، لأن هذا المسلك بيمتاز بأن الناتج الأول من تثبيت ثاني أكسيد الكربون هو مركب ذو ثلاثة ذرات كربون وهو حمض 3 فوسفوجليسريك، وبنختصره بـ 3-BGA. تمام؟ وعشان المركب ده ذو ثلاثة ذرات كربون فأطلقوا على النباتات اللي بيتم فيها هذا المسلك النباتات ثلاثية الكربون. علاوة على أن هذا المسار أو المسلك بيمتاز لميزة تانية، وهي أن المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون، يعني المركب اللي بيستقبله وبيرتبط به، هو سكر الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات. تمام؟ يبقى في ميزتين رئيسيتين هم بيميزهم المسلك ده. وعرفنا ليه بيسموا النباتات اللي بيتم فيها هذا المسلك أو هذا المسار بنباتات ثلاثية الكربون. الطريقة الثانية أو المسلك الثاني لتثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون بيمتاز بأن الناتج الأول من تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون هو مركب ذو أربع ذرات كربون وهو حمض الأوكسالوخليج. علشان كده النباتات اللي بيتم فيها هذا المسلك وتسمى بالنباتات رباعية الكربون، ويسمى هذا المسلك أو المسار بمسار تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في نباتات رباعية الكربون أو دورة هاتشوسلاك. يمتاز هذا المسلك أيضا بأن المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون اللي بيستقبله ويرتبط به هو مركب ذو ثلاثة ذرات كربون وهو فوسفوينول بيروفيك أسيد، فوسفوينول حمض البيروفيك. نيجي على المسلك الثالث أو المسار الثالث اللي بيسموه مسلك تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات العصرية التشحمية، والاختصار بتاعه كان يسمى أيضا بالأيض الحمضي التشحمي. هذا المسلك بيتم فيه
النباتات العصارية الجفافية، النباتات اللي بتعيش في البيئات الصحراوية وبتكون نباتات عصارية مخزنة للماء زي الصبارات. هذا المسلك يشبه إلى حد كبير مسلك تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات رباعية الكربون، من حيث أن الناتج الأول لتثبيت ثاني أكسيد الكربون هو مركب ذو 4 ذرات كربون وهو حمض الأكسالوخليج، كما أن المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون هو مركب فوسفوينول حمض البيروفيك، فوسفوينول بيروفيك أسيد زي النباتات رباعية الكربون تماما. لكن النباتات العصارية المتشحمة دي بتختلف عن النباتات رباعية الكربون في ميقات عملية التثبيت. ليه؟ لأن هذه النباتات زي ما قلت نباتات جفافية بتعيش في بيئات صحراوية، ولذلك فإن هذه النباتات كوسيلة للتأقلم مع البيئة بتغلق صبورها أثناء النهار وتفتحها أثناء الليل. لذلك فإن تثبيت ثاني أكسيد الكربون يتم ليلا في هذه النباتات عندما تكون الصغور مفتوحة. ننتقل الآن لشرح أول مسار من مسارات تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون، وهو مسار تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات ثلاثية الكربون، واللي بيعرف أيضا بدور كالفين وبنسون. علشان نشرح المسار ده نشرحه بشكل مختصر يسهل عليكم فهمه، وبنقول إن مسار تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات ثلاثية الكربون بيتم على 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي تثبيت ثاني أكسيد الكربون وتعرف بالكربوكسلة، بمعنى إن في هذه المرحلة بيتم تثبيت ثاني أكسيد الكربون الغازي باتحاده مع مستقبله الأول وهو سكر الريبلوز 1.5 ثنائي الفوسفات واختصاره RUBP، تمام؟ في وجود الماء وإنزيم الريبلوز 1.5 ثنائي الفوسفات كربوكسيليز. الإنزيم أي إنزيم بياخد اسمه من حاجتين، الحاجة الأولى هي اسم المركب اللي بيعمل عليه، فهنا الإنزيم ده بيعمل على مركب الريبلوز 1.5 ثنائي الفوسفات. الحاجة الثانية العملية اللي بيقوم بها الإنزيم، فهنا العملية اللي بيقوم بها الإنزيم اللي هي عملية الكربوكسلة أو تثبيت ثاني أكسيد الكربون على سكر الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات، علشان كده سموه الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات كربوكسيليز. هذا الإنزيم بيربط ثاني أكسيد الكربون بمستقبله الأول اللي هو سكر الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات كربوكسيليز اللي بيكون من 5 ذرات كربون، فينتج مركب ذو 6 ذرات كربون غير ثابت وينشطر سريعا إلى جزيئين من حمض 3-فوسفوجليسري اللي هو اختصاره 3-PGA، وهذا الحمض يحتوي على 3 ذرات كربون، علشان كده سموا النباتات دي بالنباتات ثلاثية الكربون. طيب احنا عرفنا ان تثبيت جزيء واحد من ثاني اكسيد الكربون وربطه بجزيء من مستقبله الاول اللي هو سكر الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات هينتج جزيئين من حمض 3-فوسفوجليسريك اسيد اللي هو الحمض اللي فيه 3 ذرات كربون. طيب انا درست في الجزء السابق ان عشان يتكون جزيء من السكر السداسي اللي هو الناتج النهائي لعمليه البناء الضوئي بيلزم تثبيت 6 جزيئات من ثاني اكسيد الكربون، تمام؟ بس طبعا مش هتثبته كلهم مره واحده، لا، كل جزيء بيتثبت في دوره في دوره في دوره، لكن لما يتم تثبيت 6 جزيئات من CO2 فانها تحتاج الى 6 جزيئات من سكر الريبلوز 1.5 ثنائي الفوسفات، وهينتج عن هذا التثبيت 6 جزيئات من المركب اللي فيه 6 ذرات كربون اللي بنقول عليه بيكون غير ثابت، وهينشطر سريعا علشان كل جزيء منهم يدي جزيئين من حمض 3-فوسفوجليسريك. يبقى الستة يدوا كم جزيء من 3-فوسفوجليسريك؟ هيدوا 12 جزيء من حمض 3-فوسفوجليسريك. وخليك ماشي معايا خطوة خطوة علشان العملية دي توضح بالنسبة لك وتفهم لأنها مهمة جدا. أمامي مخطط أهو قدامي بيوضح لي المرحلة الأولى من تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون اللي هي مرحلة تثبيت ثاني أكسيد الكربون كربون فيكسيشن اللي بنسميها كربوكسلة أو كربوكسيليشن. في هذه المرحلة زي ما واضح في الرسم قدامي 6 جزيئات من سكر الريبلوز 1.5 ثنائي الفوسفات اللي هو كل جزيء فيهم بيتكون من 5 ذرات كربون ويمثلهم لي بالخمس كور الرمادية دي، بيستقبلهم 6 جزيئات من ثاني أكسيد الكربون، يعني كل جزيء من الريبلوز بيضاف له جزيء من ثاني أكسيد الكربون، فبيتحولوا إلى 6 جزيئات من مركب غير ثابت بيتكون من 6 ذرات كربون، واللي قلنا بينشطر سريعا، فكل جزيء بيدي جزيئين من حمض 3-فوسفوجليسريك، يبقى ال6 جزيئات هيدوني كام؟ هيدوني 12 جزيء من حمض 3-فوسفوجليسريك أسيد، اللي هو المركب اللي فيه 3 ذرات كربون. بعد كده تحدث تفاعلات المرحلة الثانية واللي بنسميها المرحلة
الاختزالية. نقلت انا على الرسم على طول عشان اشرح وما اطولش عليه. ال 12 جزء اللي اتكونوا من حمض 3 فوسفوجليسريك وبنختصره ب 3 بي جي اي هيحصل لهم تصفرة ب 12 جزء من الاي تي بي. يعني كل جزء من الثلاثة فوسفوجليسريك هتضاف له مجموعة فوسفات من جزء اي تي بي. يعني ال 12 هيحتاجوا 12 جزء اي تي بي فهيكونوا لي 12 جزء من حمض 1 و 3 فوسفوجليسريك. تاني 12 جزء بتاع 3 فوسفوجليسريك كل جزء منهم فيه مجموعه فوسفات على ذره الكربون رقم 3 عشان كده بنقول 3 فوسفوجليسريك. كل جزء منهم هيستقبل مجموعه فوسفات زياده على ذره الكربون رقم 1 فيه. فال 12 جزء هيحتاجوا 12 جزء اي تي بي عشان يتحولوا الى 12 جزء من 1 و 3 باي فوسفوجليسريك. بقى كل جزء فيهم في مجموعة فوسفات على ذرة الكربون رقم 1 ومجموعة على ذرة الكربون رقم 3. بعد كده المركب اللي هو 1 و 3 فوسفوجليسريك أسيد هيتم اختزاله بواسطة الناد بي اتش. هم 12 جزء يبقى هيتم اختزالهم بواسطة ال 12 جزء ناد بي اتش اللي نتجوا من تفاعل الضوء ويتحولوا الى 12 جزء من مركب اسمه جليسرال دهاي 3 فوسفات. مركب الجليسرال دهاي 3 فوسفات اللي اتكون عندي هنا ده مركب مهم جدا وبنعتبره المركب المحوري في الدورة وهنقول ليه بس بعد ما نخلص شرح الدورة بالكامل. بيتكون من مركب الجليسرال دهاي 3 فوسفات 12 جزء. كل جزء فيهم بيكون من 3 ذرات كربون وفي مجموعة فوسفات. 2 منهم هيخرجوا برة الدورة علشان يكونوا لي سكر الجلوكوز او اي مركبات عضوية اخرى زي ما هنشوف بعد كده. ويفضل عندي 10 جزيئات من الجليسرال دهاي 3 فوسفات. العشر جزيئات دول هم اللي هيكملوا الدورة علشان يعيدوا تخليق 6 جزيئات من سكر الريبولوز 1.5 ثنائي فوسفات اللي هو المستقبل الاول بتاع ثاني اكسيد الكربون علشان الدورة تبقى اكتملت. لان لازم عشان تبقى دورة تكون بتبدأ بمركب معين ثم تنتهي بتكوين نفس المركب. فال 12 جزء جليسرال دهاي 3 فوسفات دول هيخرج منهم 2 بره الدورة علشان يكونوا للناتج النهائي بتاع عملية البناء الضوئي وهو السكر السداسي. والعشرة اللي باقيين من خلال سلسلة من التفاعلات هيكونوا 6 جزيئات من الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات. في ناس هتبقى عايزة تعرف ازاي الكلام ده بيتم. نفهمها لهم. انا قلت 12 جزء من الجليسرال دهاي 3 فوسفات اتكونوا 2 منهم هيخرجوا بره ويفضل 10. العشرة دول كل جزء فيهم بيكون من 3 ذرات كربون ومجموعة فوسفات. يبقى العشرة فيهم كم ذرة كربون؟ 30. وكم مجموعة فوسفات؟ 10. بتفاعلات معينة الـ30 دول هيتحولوا إلى 6 جزيئات من سكر الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات اللي هو فيه 5 ذرات كربون. طب ما نضرب هما 6 جزيئات في 5 ذرات كربون يعني يطلع المجموع 30 ذره كربون زي اللي موجودين في العشر جزيئات من الجليسرال دهاي 3 فوسفات. فهتكون المرحله الثالثه من تفاعل الظلام هتكون هي اعاده تكوين المستقبل الاول لثاني اكسيد الكربون وهو سكر الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات. يعني عند المرحله الثانيه اهي اللي انتهت بتكوين 12 جزء من الجليسرال دهاي 3 فوسفات، 2 بيخرجوا منهم بره الدوره علشان يكونوا السكر السداسي، و10 من خلال سلسله من التفاعلات بيتم تحويلهم الى 6 جزيئات من الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات علشان يعيدوا الدوره من تاني. تمام. المرحله الثالثه دي بنسميها اعاده تخليق المستقبل الاول او اعاده توليد المستقبل الاول لثاني اكسيد الكربون. هعيدها لك على رسم تاني عشان افهمها لك، لكن هراجع عليها بسرعه وهعرفك برضو ازاي ال10 جزيئات من الجليسرال دهاي 3 فوسفات بيكونوا لي 6 جزيئات من الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات. احنا قلنا ان في البدايه 6 جزيئات من الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات هيستقبلوا 6 جزيئات من ثاني اكسيد الكربون، يقوموا يدوني 6 جزيئات من مركب ذو 6 ذرات كربون غير ثابت بينشطر او بينقسم قسمين، فكل جزء منهم يديني جزيئين من مركب 3 فوسفوجليسريك. يعني الست جزيئات من هذا المركب ذو الست ذرات كربون هيدون 12 جزء من مركب 3 فوسفوجليسريك اسيد. بعد كده ال 12 جزء اللي كونوا من 3 بي جي اي
اللي هو 3 فوسفوجليسريك، هحصل لهم فسفره ب 12 جزيء من الاي تي بي عشان يتحولوا ل 12 جزيء من مركب 1 و3 فوسفوجليسريك اسيد. ال 12 دول هيحصل لهم اختزال ب 12 جزيء ناد بي اتش، فيتحولوا ل 12 جزيء من مركب جليسرالدهايد 3 فوسفات اللي قلت هو المركب المحوري في الدوره. جزيئين منه هيخرجوا خارج الدوره عشان يكونوا السكر السداسي، لان هذا المركب اللي هو جليسرالدهايد 3 فوسفات بيحتوي على 3 ذرات كربون، فاثنين يخرجوا منه ويتحدوا مع بعض يقوموا يكونوا لي سكر سداسي في مجموعتين فوسفات، ويفضل 10. ال 10 اللي فضلوا دول قلت من خلال سلسله من التفاعلات هيعيدوا تكوين 6 جزيئات من المستقبل الاول لثاني اكسيد الكربون، وهو سكر الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات. يحصل ازاي الكلام ده؟ ركز معايا بقى وبورقه وقلم بالراحه كده واكتب ورايا. انا عندي كام جزيء نتجوا من الجليسرالدهايد 3 فوسفات؟ 12 جزيء، كل جزيء منهم في 3 ذرات كربون ومجموعه فوسفات، اثنين منهم بيخرجوا خارج الدوره عشان يكونوا السكر السداسي، يبقى فاضل لي كام من الجليسرالدهايد 3 فوسفات؟ 10 جزيئات. اكتب بقى معايا واحده واحده. جزيئين من الجليسرالدهايد 3 فوسفات هيتحدوا مع بعض يقوموا يكونوا لي سكر في 6 ذرات كربون ومجموعتين فوسفات، وهو سكر الفركتوز 1.6 ثنائي الفوسفات. دي الخطوه الاولى. يبقى انا خدت اثنين اهو من الجليسرالدهايد 3 فوسفات اتحدوا مع بعض عملوا له جزيء من سكر سداسي، ثم ياتي جزيء ثالث من الجليسرالدهايد 3 فوسفات يتحد مع الفركتوز 1.6 ثنائي الفوسفات ويعمل لي جزيئين احدهم من سكر ذو 4 ذرات كربون وهو الإريثروز 4 فوسفات، وجزيء ثاني من مركب فيه 5 ذرات كربون وهو الزيلوز 5 فوسفات. تعمل الحته دي، الجزئين اللي اتحدوا مع بعض الاول من الجليسرالدهايد 3 فوسفات كونوا له جزيء من الفركتوز 1.6 ثنائي الفوسفات اللي فيه 6 ذرات كربون، نضيف لهم جزيء ثالث من الجليسرالدهايد 3 فوسفات هيبقى عندي 9 ذرات كربون، فما يرتبط الجليسرالدهايد 3 فوسفات مع الفركتوز 1.6 ثنائي الفوسفات هيديني جزيئين من سكرين، واحد فيه 4 ذرات كربون اللي هو الإريثروز 4 فوسفات، وواحد فيه 5 ذرات كربون اللي هو الزيلوز 5 فوسفات. خلاص يبقى انا استهلكت كام من جي 3 بي 3 وناتج عندي سكر رباعي وسكر خماسي. عندي كده سكر الإريثروز 4 فوسفات هيرتبط مع جزيء رابع من الجليسرالدهايد 3 فوسفات ويكون السكر في 7 ذرات كربون، هو سكر سيدوهبتلوز 1.7 ثنائي الفوسفات، وسكر السيدوهبتلوز 1.7 ثنائي الفوسفات هيفقد مجموعه فوسفات ويبقى سيدوهبتلوز 7 فوسفات، ثم يستقبل جزيء من الجليسرالدهايد 3 فوسفات اللي هو يعتبر جزيء رقم 5 ويرتبط معاه ويديني جزيئين من سكر خماسي، احدهما سكر الريبوز 5 فوسفات والاخر الزيلوز 5 فوسفات. يبقى انا كده استهلكت 5 جزيئات من الجليسرالدهايد 3 فوسفات واعطوني 3 جزيئات من سكريات خماسيه، 2 منهم زيلوز 5 فوسفات والثالث الريبوز 5 فوسفات. بعد كده هذه الجزيئات بتاعت السكريات الخماسية هتتحول بواسطة انزيمات بنقول عليها البنتوز ايزومريز، اي انزيمات تشابه للسكريات الخماسية. الجزيئين بتوع الزيلوز 5 فوسفات وجزيء الريبوز 5 فوسفات هيتحولوا بانزيمات البنتوز ايزومريز الى 3 جزيئات من سكر الريبولوز 5 فوسفات. يبقى انا لحد كده 5 جزيئات من الجي 3 بي كونوا لي 3 جزيئات من الريبولوز 5 فوسفات، فاضل لي 5 من الجليسرالدهايد 3 فوسفات، هيعملوا ايه؟ هيكرروا نفس الكلام ده، بيكونوا لي 3 جزيئات من الريبولوز 5 فوسفات، يعني الخمس جزيئات اللي لسه فاضلين من الجي 3 بي هيكرروا نفس التفاعلات اللي حصلت بالنسبه للخمسه الاولانيين علشان يدوني 3 جزيئات تانيين من الريبولوز 5 فوسفات، يعني الخمس جزيئات اللي لسه فاضلين من الجي 3 بي هيكرروا نفس التفاعلات اللي حصلت بالنسبه للخمسه الاولانيين علشان يدوني 3 جزيئات تانيين من الريبولوز 5 فوسفات، وبكده يبقوا ال 10 جليسرالدهايد 3 فوسفات اتحولوا الى 6 جزيئات من الريبولوز 5 فوسفات عند الخطوه دي تحديدا. فالست جزيئات من الريبولوز 5 فوسفات هيحصل لهم فسفره بست جزيئات من الاي تي بي عشان كل جزيء منهم يتضاف له مجموعه فوسفات على ذره الكربون رقم 1، فيتحول الخمس جزيئات ريبولوز 5 فوسفات الى 6 جزيئات من الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات، وبكده يكون تم اعاده تكوين المستقبل الاول مره
أخرى. وطبعا احنا كنا قلنا ان بيلزم تسمية 6 جزيئات من ثاني أكسيد الكربون لكي يتكون جزيء واحد من السكر السداسي اللي هو بيمثل الناتج النهائي لعملية البناء الضوئي. والرسم هنا بيوضح لي الكلام ده. 6 جزيئات من CO2 بيتم تثبيتهم بواسطة 6 جزيئات من المستقبل الأول اللي هو الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات، وبيتكون لي 12 جزيء من 3 PGA اللي هو 3 فوسفوجليسريك أسيد الناتج الأول من تثبيت اختزال ثاني أكسيد الكربون وهو مركب ذو 3 ذرات كربون. بعد كده ال 12 جزيء دول بيحصل لهم فسفرة ب 12 جزيء من الـ ATP فبيتحولوا ل 12 جزيء من 1.3 بيفوسفوجليسريك أسيد، ودول بيتم اختزالهم بواسطة 12 جزيء من الناد BH فيتحولوا ل 12 جزيء من الجليسرالدهايد 3 فوسفات. الجليسرالدهايد 3 فوسفات في 3 ذرات كربون ومجموعة فوسفات، 2 منهم هيخرجوا بره ويفضل لي 10 جزيئات من الجليسرالدهايد 3 فوسفات اللي هو G3B. دول بتفاعلات معينة هيتحولهم إلى 6 جزيئات من الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات اللي هم دخلوا في التفاعل في البداية. إذن سكر الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات ما بيساهمش بأي كربون منه في تكوين السكر السداسي اللي بيتكون، والاثنين جزيء جليسرالدهايد 3 فوسفات كل جزيء منهم بيحتوي على 3 ذرات كربون، يعني الاثنين بيحتوي على 6 ذرات كربون مصدرهم 6 جزيئات من CO2 الغازي او اللي موجود في الهواء الجوي اللي تم تثبيتهم. فالكربون اللي داخل في السكر هنا كله جاي من ثاني اكسيد الكربون الجوي اللي تم تثبيته. وقلنا ايضا ان بيلزم لتثبيت واختزال 6 جزيئات من ثاني اكسيد الكربون قوة تمثيلية مقدارها 18 جزيء من الـ ATP و 12 جزيء من الـ NADPH. والرسم هنا بيوضح لي الكلام ده فعلا وبيأكده وبيوضح لي مواضع استخدام القوة التمثيلية. فبلاحظ ان في 12 جزيء من الـ ATP استخدمه في فسفرة 12 جزيء من 3 PGA اللي هو 3 فوسفوجليسريك أسيد عشان يحولهم ل 12 جزيء من 1.3 بيفوسفوجليسريك أسيد. وفي 6 جزيئات لسه فاضلين من الـ ATP دول بيستخدموا في فسفرة الست جزيئات اللي بينتجهم من الريبولوز 5 فوسفات أثناء إعادة توليد المستقبل الأول ويحولوه إلى 6 جزيئات من الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات. أما الناد بي اتش فال 12 جزيء ناد بي اتش المطلوبين بيستخدموا بخطوة واحدة وهي اختزال 12 جزيء من 1.3 فوسفوجليسريك أسيد وتحويلهم ل 12 جزيء من الجليسرالدهايد 3 فوسفات. ومركب الجليسرالدهايد 3 فوسفات ده بيعتبر المركب المحوري في دورة كالفن وبنسون، وده بيرجع لأسباب كتيرة جدا، لأن أولا هو بيساهم في إعادة توليد المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون مرة أخرى. يعني شفنا هنا من خلال شرح الدورة إن بيتم تثبيت 6 جزيئات من ثاني أكسيد الكربون واختزالهم فبينتج 12 جزيء من مركب الجليسرالدهايد 3 فوسفات، 10 منهم بيعيدوا تكوين 6 جزيئات من المستقبل الأول اللي هو الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات، وبيفضل 2 بيخرجوا خارج الدورة علشان يساهموا في تكوين السكريات المختلفة وغيرها من المركبات العضوية. إزاي الكلام ده؟ يعني أول سبب هنقول إن هو بيساهم في إعادة توليد المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون. السبب الثاني هنقول إن هو بينتج جزيئات منه بتخرج من الدورة أو بتنتج من الدورة علشان تشارك في تكوين العديد من السكريات والمركبات العضوية الأخرى. عايزين نعرف ده بقى بيتم إزاي؟ تتخيل إن الدورة دي بتتم بمعدل كبير جدا داخل البلاستيدة الخضراء الواحدة كل دقيقة. طيب على مستوى الخلية الكلورانكيمية اللي هي الخلية اللي متخصصة في عملية البناء الضوئي تتم بمعدل قد ايه في الدقيقة؟ مع الأخذ في الاعتبار ان كل خلية بتحتوي على حوالي 20 الى 50 بلاستيدة. طيب على مستوى النسيج المتوسط بتاع الاوراق اللي هو بيتكون من الاف الخلايا اللي بتشارك في عملية البناء الضوئي هتتم بمعدل قد ايه في الدقيقة؟ طب على مستوى بقى الاوراق اللي موجودة على النبات الواحد تتم بمعدل قد ايه؟ لما نتخيل ده كله نضرب عدد الاوراق في عدد الخلايا او في متوسط عدد الخلايا اللي بتشارك في عملية البناء الضوئي اللي هي الخلايا الكلورانكيمية بالورقة الواحدة ونضرب ده كله في عدد البلاستيدات الخضراء في كل خلية ثم متوسط معدل تثبيت ثاني أكسيد الكربون في البلاستيدة الواحدة كل دقيقة هنتخيل بقى ان في كم كبير جدا من جزيئات الجليسرالدهايد 3 فوسفات دي بتنتج لي في الدقيقة الواحدة
على مستوى النبات. النبات هيعمل ايه بالكلام ده كله؟ جليسرال ثلاثة فوسفات الناتج ده كله هيعمل له ايه؟ في جزيئات من الجليسرال ثلاثة فوسفات هتكون لجلوكوز، وجزيئات تكون لفركتوز، وهيشارك في تكوين السكروز، وهيشارك في تكوين النشا، وهيشارك في تكوين السليلوز، وممكن في بناء البروتينات والاحماض الدهنيه والليبيدات والكلام ده. ازاي بيحصل الكلام ده؟ تخيل معايا جزيئين من الجليسرال ثلاثة فوسفات ارتبطوا مع بعض، كل جزيء فيهم في ثلاث ذرات كربون ومجموعه فوسفات، لما يرتبطوا مع بعض هيكونوا لسكر سداسي، يعني في ست ذرات كربون ومجموعتين فوسفات، وهو سكر الفركتوز واحد وسته ثنائي الفوسفات. فلو الخليه محتاجه الفركتوز استخدمها، طيب مش محتاجاه ومحتاجه الجلوكوز، بعد ما يرتبط جزيئين من الجليسرال ثلاثة فوسفات مع بعض ويدون فركتوز واحد وسته ثنائي الفوسفات، الفركتوز هيفقد مجموعه الفوسفات لعذره الكربون الاولى وتحول لفركتوز سته فوسفات، ثم يتحول بانزيم هيكسوز ايزومريز الى جلوكوز سته فوسفات، يبقى كده كوننا جلوكوز. طب لو الخليه عايزه سكروز مثلا، او خليه بتنتج كميات كبيره من السكريات وعايزه تنقلها لخلايا تانية محتاجاها، تقوم تنقلها بصوره سكروز، طب هكون السكروز ازاي؟ بعض جزيئات من الجليسرال ثلاثة فوسفات تتحد مع بعضها وتكون الفركتوز، ومجموعه تانية تتحد مع بعضها تكون فركتوز، والفركتوز يتحول بانزيمات تشابه الى جلوكوز، الجلوكوز يتحد مع الفركتوز ويقوم يكونوا له سكروز. طيب عايزه الخليه محتاجه سليلوز عشان تستخدمه في بناء الجدار الخلوي، عدد كبير جدا من جزيئات الجليسرال ثلاثة فوسفات تتحد مع بعضها ازواج كده، كل اثنين يتحدوا مع بعض ويكونوا لي جزيء جلوكوز، ولما يتكون عدد كبير من جزيئات الجلوكوز تقوم جزيئات الجلوكوز ترتبط مع بعضها بربطه اسمها بيتا 1 و4، تقوم تعمل لي سلاسل السليلوز. طيب في زياده من انتاج جليسرال دايت 3 فوسفات عن اللي محتاجاه الخليه وعن اللي محتاجاه الخليه الاخرى، يقوم يحصل ايه؟ يفضل داخل البلاستيدا الخضراء، الجليسرال دايت 3 فوسفات ده يفضل داخل البلاستيدا الخضراء ويتحول كله الى جلوكوز، والجلوكوز يرتبط مع بعضه بروابط الفا 1 و4، مش بيتا 1 و4 زي السليلوز، لا هيرتبط مع بعضه بروابط الفا 1 و4 علشان يكون لي النشا، عشان يكون لي ايه؟ نشا. ويفضل النشا ده متخزن جوه البلاستيدا الخضراء، بنسميه نشا تمثيلي او انتقالي. وبالليل بقى او في اي وقت لو الخليه محتاجه سكريات يقوم النشا يتحلل ويتحول لجليسرال 3 فوسفات، يخرج من البلاستيدا الى السيتوبلازم علشان يتحول لجلوكوز او يتحول لفركتوز او يتحول لسكروز ويتنقل الى خلايا اخرى تكون محتاجاه، او ينتقل الى خلايا التخزين علشان يتخزن في صوره نشا بيعرف بالنشا التخزين. فشوف كده يكون منه ايه؟ يعني كده الجليسرال 3 فوسفات بيساهم في تكوين انواع عديده من السكريات، يساهم في تكوين الجلوكوز، يساهم في تكوين الفركتوز، السكروز، يكون لي سكريات عديده زي السلوز زي النشا والكلام ده كله. ممكن الخليه محتاجه طاقه عشان تسير بقى العمليات الحيويه، فيقوم الجليسرال 3 فوسفات اللي كون ده يخرج من البلاستيدا للسيتوبلازم ويرتبط مع بعضه ويكون لي عدد من جزيئات الجلوكوز تستخدمها الخلايا في انها تهدمها هدم كامل وتطلع منها كل الطاقه المخزنه في هذه الجزيئات عشان تستخدمها في تسير العمليات الحيويه. الخليه عايزه تبني احماض امينيه، بروتينات، ليبيدات، برضو يخرج جليسرال 3 فوسفات الى السيتوبلازم يرتبط مع بعضه ويكون لي جزيئات من الجلوكوز. الخلية ممكن تعمل لجزيئات الجلوكوز دي هدم جزئي وتحولها لمركبات وسطية زي الأسيتيل كو إيه اللي بيدخل في بناء الأحماض الدهنية، وبالتالي الأحماض الدهنية تكون الليبيدات زي الليبيدات المفسرة اللي تدخل في بناء الغشاء الخلوي، أو يهدمه هدم جزئي إلى أوكزال أسيتيك أسيد وبيروفيك وألفا كيتو جلوتاريك اللي هي بتدخل في بناء الأحماض الأمينية المختلفة علشان تستخدمها الخلية في بناء البروتينات اللي محتاجاها، وهكذا. يبقى إذا مركب الجليسرال دهاي 3 فوسفات ده خد بالك بيساهم في إعادة توليد المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون وسكر الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات. الحاجة الثانية إن هو بيدخل في بناء العديد من المواد الكربوهيدراتية وكذلك المواد العضوية المختلفة بالطريقة اللي احنا قلناها، وشفنا ازاي بيكون منه الجلوكوز ويكون منه فركتوز ويكون منه السكروز وازاي بيكون منه النشا والسلولوز والكلام ده كله، وقلنا ازاي ممكن يكون جلوكوز والخلية تستخدمه تهدمه هدم تام عشان تطلع منه كل الطاقة اللازمة لتسيير العمليات الحيوية المختلفة اللي بتتم فيها، او تهدمه الى مركبات وسطية تستخدمها في بناء مركبات عضوية اخرى زي الاحماض الامينية والبروتينات او الاحماض الدهنية والليبيدات.
وأكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من المحاضرة، على أن نكمل باقي المحاضرة في أجزاء تالية، وإلى أن ألقاكم في الجزء الثاني أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ولكم مني خالص تحياتي وأطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.